الملوك المصريين كانوا متعودين انهم يخوضوا معارك عنيفه جدا خارج حدود المملكه المصريه، بيرجعوا منها بغنائم ومكاسب وخيرات ضخمه جدا جدا، كلها بتدخل خزينه الدوله المصريه. الملكه حتشبسوت في النهايه كانت ملكه ست مش محاربه، لكن قررت تخلي الناس ما يحسوش باختلاف في طريقه حكمها وفي عصرها. عملت ايه؟ قررت انها تفضل تدخل نفس الكم من الخيرات والمكاسب والغنائم الخزينه المصريه متعوده عليها، برضو هي هي لكن بطريقه مختلفه، مش بالعنف، مش بالحروب، مش بالمعارك، لا، بالسلم، بالذكاء وبالدبلوماسيه. حتشبسوت ارسلت 7 سفن ضخمه محملين بذهب وقمح وكتان وعسل وغيرهم كتير من خيرات مصر، متجهين جنوبا في البحر الاحمر الى بلد المصر القديم عرفه باسم بلاد بونت. وعرفنا من شكل الاسماك المرسومه تحت المراكب ان بونت كانت بلد على سواحل البحر الاحمر. فين بقى النهارده بلاد بونت دي؟ احنا مش عارفين بالظبط، ممكن تبقى الصومال بلد جنبها بلد بعدها. المهم ان ملك وملكه بلاد بونت كانوا في استقبال البعثه المصريه، وعلى راسها السفير المصري الموفد من قبل الملكه حتشبسوت. رجعت المراكب محمله ببضائع اشكال والوان، بخور، حيوانات، اشجار ما كانتش معروفة الحقيقة في مصر في الفترة دي. البعثة دي تعتبر بجد أول رحلة تجارية في تاريخ مصر. النقوش والرسومات اللي صورت المراكب وهي راجعة تعتبر أول دراسة بيئية استكشافية حقيقية في التاريخ. الأشجار النادرة اللي استوردتها حتشبسوت من بلاد بونت اتنقلت جوه أثار زرع وتحملت على السفن ورجعت بيهم لغاية الأقصر، واتزرع هنا في أرض الدير البحري جنبي هنا. بجد حاجة أنا شايفاها معجزة، جدر شجرة صغير جدا، ده اللي باقي من شجرة جابتها معاها الملكة حتشبسوت من بلاد بونت وزرعتها هنا، لسه موجودة وباقية.